وخدت بالك إلى أنه في كل الأحوال كان المعتقلات يتعرضن لكافة أشكال العنف زي ما كانت بتتكلم ولاء، بل أنه العنف زاد أكتر كتير من يوم 7 أكتوبر مع عملية طوفان الأقصى، وكأن هذا الاحتلال ينتقم من الأسرى العزل ولا يفرق بقى في الحالة دي ما بين سيدات أو أطفال أو شيوخ أو رجال، وإنما انتقم من العزل داخل السجون. ولا قالت جملة مهمة جدا، قالت كانوا بيضربوا علينا جوه السجون قنابل الغاز المسيل للدموع. يعني انت بتتكلم على ضرب غازات مسيلة للدموع، من الوارد انها كانت داخل عنابر او زنازين الاحتجاز نفسها. يعني ربنا يستر، ربنا يستر ما يبقاش فيه انه في حالات ممكن تبقى وفيات بقى داخل اسرائيل ولا ايه داخل السجون. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، لك ان تتخيل ان حتى الاجهزة الامنية الصهيونية امرتهم بالتهديد والوعيد بأنه لا مجال للاحتفال بأي حال من الأحوال، ولكن كالعادة الشعب الفلسطيني الحقيقة لا يأتمر بأمر الاحتلال وأقاموا الاحتفال، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في 30 حيطة. مش دي القصة على الإطلاق. في اليوم الثاني للهدنة، واللي يمكن احنا شرفنا على نهاية هذا اليوم الثاني، فضل لنا تقريبا حوالي ساعة 23 دقيقة وينتهي اليوم الثاني للهدنة والإفراج عن الدفعة الثانية من أسرانا الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. معنا على التليفون أستاذ سامر السنجلاوي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا أستاذ سامر. مساء الخير، أهلا بك وبكل المشاهدين في جمهورية مصر الحبيبة. مساء النور، الله يخليك، ربنا يخليك يا رب، أنت الحبيب يعني وكل الشعوب العربية حبايبنا. أستاذ سامر، مهم عندنا أن احنا نشوف كيف ترى هعتبرهم ال 48 ساعة الماضية منذ بداية الهدنة وعمليات لتبادل الأسرى من الجانبين، كيف ترى ال 48 ساعة؟ ثم هنتقل بك إلى سؤال آخر إذا أذنت لي. اولا كان انفراج كبير، مبدا قبول الهدنه المؤقته وصفقه التبادل كان انفراج كبير حقيقه، وانا اعتقد انه كان انتصارا للدبلوماسيه العربيه والوسطات العربيه التي تكللت بهذا المجهود. ولكن لوحظ ان ما تم يوم امس كان فيه اختراق إسرائيلي لكامل بنود الاتفاقية الجانب الإسرائيلي منها. بما معنى لم تلتزم إسرائيل في البداية في البند الأول المتعلق بالمواصفات التي يجب أن تنطبق على 39 أسير طفل فلسطيني وأسيرة فلسطينية، حيث كان يفترض أن تطبق إسرائيل معايير معينة أهمها البدء في الأقدمية، أي كان يجب أن تطلق سراح أقدم الأسرى من المجموعة الكلية وهي النساء والأطفال، وهم مجموعة كبيرة من حوالي 300 أسير وأسيرة. فأطلقت الأسرى الذين كانوا يقضون فترات اعتقال بسيطة، وأيضا اقتربت مدة الإفراج عنهم. هذا البند الأول. البند الثاني الذي لم تلتزم به إسرائيل هو بند المساعدات، المساعدات الإسرائيلية، المساعدات الإنسانية التي كانت يجب أن تدخل عبر معبر رفح. كان هناك التزام بعدد محدد من الشاحنات، ولكن إسرائيل أيضا لم تلتزم بهذا العدد المحدد من الشاحنات، وهي بحدود 400 شاحن، مع أن الشاحنات كانت جاهزة على المعبر للدخول. الموضوع الثالث الذي لم تلتزم به إسرائيل كان في موضوع عدم إطلاق النار. إسرائيل أطلقت النار يوم أمس على بعض المواطنين الغزيين الذين حاولوا الوصول من المنطقة الجنوبية إلى بيوتهم في المنطقة الشمالية، وقد استشهد مواطنين فلسطينيين في عمليات الإطلاق هذه. إذن كان هناك مجموعة من الاختراقات. حاولت اليوم أيضا إسرائيل أن تكرر هذه الاختراقات للاتفاقية، ولكن لم تتجاوب المقاومة
الفلسطينية لم تتجاوب حماس مع الاستمرار بالاتفاقية، وقعت أزمة كبيرة حقيقة نشهد لتدخل الدبلوماسية المصرية بجهود جبارة ميدانية كبيرة عميقة. وهنا بدأ الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في ضمان وحفظ الالتزامات للأطراف كافة. ولولا هذا الثقل الدبلوماسي لتملصت إسرائيل وماطلت في استمرار تنفيذها للاتفاقية حسب الاتفاق عليه. إذن شهدنا في الساعات الأخيرة بالتحديد بالمساء اليوم دور مصري كبير، دور دبلوماسي غير عادي، طبعا يشهد للدبلوماسية الفلسطينية وهي الأقدم والأكثر خبرة في الموضوع الإسرائيلي، لأنها دبلوماسية ممتدة منذ عام 1973، وتراكمت الخبرة لدى الجانب المصري في كيف تدير تفاصيل التفاوض وإدارة الأزمات مع الجانب الإسرائيلي، واستخدمت كل هذه الحنكة والخبرة في تفاصيل دقيقة في توقيت صعب في ضغوط عديدة ومتعددة في أن تعيد هذه الاتفاقية إلى مسارها الطبيعي. أنا أتذكر حقيقة يمكن خارج على الموضوع ولكن تبادر لذهني الآن عندما سأل كيسنجر وهو الوسيط الأمريكي في فترة مفاوضات كامب ديفيد سأل رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بيجن، قال له أنا لم أتوقع أنك ستقطع هذا الشوط وتوقع هذه الاتفاقية، أنت أعدت سيناء بالكامل إلى المصريين، على ماذا كنت تراهن؟ قال له كنت أراهن على أخطاء المصريين ولكنهم فاجأوني. وحقيقة حتى هذا اليوم يتفاجأ العالم بالحضور الدبلوماسي اللبق الدقيق القوي للدبلوماسية المصرية في الأزمات الإقليمية وفي التحديد في الموضوع الفلسطيني. فاليوم أنا من مدينة القدس، مدينة القدس اليوم ستستقبل 5 من أسيراتنا الذين أمضوا جزء كبير من حياتهم في ظروف أسر صعبة جدا. ستتحرر أسيراتنا الفلسطينيات المقدسيات اليوم في هذه الساعات في الدقائق القريبة ربما بفضل هذا الدور المصري العظيم لشعب مصر وحكومة مصر ورئيس مصر. طيب خليني هنا هسأل يمكن سؤال التالي، يمر اليوم الثاني حتى هذه اللحظة يعني بشكل ممكن نصفه بأنه إلى حد ما سلس، توقعاتك لليومين اللي فاضلين يعني ما بين الأحد والاثنين، هل تتوقع أنه يمر بسلاسة ما أو يمر اليومين 48 ساعة القادمة أيضا في هدوء مما يدفع بتمديد الهدنة لأيام أطول؟ أنا أتوقع أننا قد نتعرض إلى المزيد من المطبات. أساس هذه المطبات أن إسرائيل قد أقدمت على هذه الخطوة أساسا مرغمة، وقد أقدمت على هذه الخطوة في تحت ضغط دبلوماسي عربي ودولي وتحت ضغط من الشارع الإسرائيلي، وهي تدرك أن قد يكون لها تغيير جذري في مخططاتها العسكرية. هدنة من هذا النوع لمدة 4 أيام قد تمتد إلى 10 أيام، سيكون من الصعب على التحضيرات العسكرية على الجيش الإسرائيلي أن يعيد عملياته العسكرية كما كانت ما قبل الحرب، وبالتالي هذا يضعف موقف إسرائيل في تبرير إعادة العمليات العسكرية على الشكل الذي كانت عليه. ربما تكون من مصلحة الإسرائيليين محاولة المناورات في التفاصيل، ولكن وجود جهود دبلوماسية عربية، هذه الوساطة الكبيرة التي تحدثنا عنها هي صمام الأمان، وقد تؤدي هذه الوساطة وهذه الإشراف المصري الكبير في كل التفاصيل قد يؤدي ويساعد أن يدفع الأمور باتجاه ربما وقف نهائي لهذه الحرب، لأن مصر كان موقفها منذ البداية واضح، هي كانت تضغط باتجاه أولا تلاشي الحرب
ثانيا وضع حد لهذه الحرب بشكل سريع. وبالتالي الأيام القادمة ستشهد أيضا دور أكبر لهذه الوساطة في الاتجاه الإيجابي. أنا آمل شخصيا أن بخلاف طبعا ما كل ما يصدر عن الناطقين العسكريين الإسرائيليين عن أجهزة الإعلام الإسرائيلية، وأجهزة الإعلام الإسرائيلية ثبت أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية الصحفية، هي تحولت بالكامل لأبواق دعاية حربية ترتبط في الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي ويلقنها محتوى التغطية الإعلامية وحدود التغطية الإعلامية، وهي تسير في هذا الاتجاه. لذلك كل ما يصدر عنهم يقول أننا سنعود إلى الحرب وسنستكمل مهام الحرب التي قمنا بالتخطيط لها، ولكن واضح لي أنا كمراقب ومحلل بأن إسرائيل قد أخفقت في كل الأهداف التي حددتها منذ بداية الحرب، سواء الأهداف الكبيرة بالقضاء على المقاومة في غزة، ونحن نرى الآن كيف أن الجانب الفلسطيني من الاتفاقية ينفذ الاتفاقية بدقة، حتى أنه قيل أن بعض المحتجزين الذين قامت المقاومة يوم أمس بإطلاق سراحهم في الجزء الأول في اليوم الأول من الصفقة، جزء منهم كان موجود في مناطق شمال غزة، يعني كانوا موجودين تحت الدبابات وتحت العمليات العسكرية الإسرائيلية دون أن تستطيع إسرائيل العلم بوجوده، واستطاعت المقاومة أن توصل المحتجزين إلى نقطة التسليم وتمت الجانب المتعلق بها. إذن كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر الحرب من 50 يوم لم تستطع أن تؤثر على هذه السيطرة الميدانية للمقاومة؟ أيضا كل الإعلانات الإسرائيلية بأن إسرائيل تتبع القانون الدولي وتتبع الميثاق الإنساني فيما يتعلق بالحروب، كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر هذا العدد الكبير من الشهداء؟ هناك حوالي 20,000 شهيد، ما بين شهداء تم الإعلان عنهم رسميا وما بين شهداء موجودون تحت الأنقاض. كل العالم يرى هذا العدد من الشهداء المدنيين الكبير، الجهة الوحيدة التي لا ترى، التي لا يوجد فيها ضحايا ولا قتلى فلسطينيين هي الإعلام الإسرائيلي. أنت تتابع الإعلام الإسرائيلي وكأن شيئا لا يحدث في غزة إطلاقا، التغطية هي فقط على الجانب الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية من الحرب، وكأنه إسرائيل لم تقتل أحدا في غزة، وإسرائيل لم ترتكب ولو جريمة حرب صغيرة في غزة. إذن أنا بتقديري أنه بعيدا عن ما يصدر عن الجيش الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية والتي تؤكد أن الحرب ستستمر بعد الهدنة، هناك فرصة كبيرة إذا استمرت هذه الجهود الجبارة في العمل بانتظام وبحكمة أن نستطيع أن تكون هذه الساعات وهذه الأيام هي لنهاية لهذه الحرب الظالمة، لأن ضحاياها في النهاية في قطاع غزة أغلبهم من النساء والأطفال والأبرياء والمدنيين. حاجة هناك شيء آخر أيضا يحدث على في معبر رفح، وهو أن جزء من الاتفاق الذي وقع يتضمن دخول عدد معين من شاحنات المساعدات الإنسانية، دخول الوقود، دخول التجهيزات الطبية، وجزء كبير من هذه المساعدات 70-80% كما أعلن سيادة الرئيس السيسي هي تأتي من جمهورية مصر. مظبوط، من جمهورية مصر حكومة وشعبا. مظبوط، نحن نرى هذه الشاحنات الكبيرة تدخل، جزء منها يحمل عناوين الجهات التي قدمتها. أنا شاهدت بعض الشاحنات تحمل شعارات النادي الأهلي مثلا. إذن مصر كلها تقف مع الجانب الإنساني الداعم لهذه الجريمة التي تحصل في غزة.
والمساعدات الإنسانية لها دور كبير في الحفاظ على الحياة. غزة وصلت في مرحلة من المراحل أن من لا يموت تحت القنابل الإسرائيلية قد يموت جوعا أو من خلال الأوبئة التي بدأت تنتشر في غزة نتيجة الظروف التي فرضتها ظروف الحرب والحصار وتدمير كل البنى التحتية الطبية في غزة. أغلب مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، جزء كبير من مستشفيات جنوب غزة تضررت تضررا كبيرا. هناك حوالي 1,600,000 مواطن فلسطيني قد هجروا بيوتهم من شمال غزة في اتجاه جنوب غزة. نصف شمال غزة قد دمر، لم يبقى به حجر على حجر. غزة شمال غزة الآن منطقة محروقة، جراوند زيرو. إلا أنه خلي عندكم ثقة يعني أرجوك. أولا أستاذ سامر أشكرك جدا على يعني هذا التحليل، أستاذ سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية.